تشوف المواجهة هاي؟ انا شوف يعني كنا في الاستوديو مع كابتن احمد كابتن خالد استاذ يعقوب، والغريب في الموضوع ان الزمالك والاهلي هم اجهز فنيا من سيراميكا وبيراميدز، لانهم اوريدي لاعبين مباراه نهائي السوبر الافريقي، فالمفترض انك في السيمي فاينل تشوف الاهلي والزمالك هم الافضل فنيا في المباراه. لكن اللي شفناه نحن جميعا خلال اداره المدربين الاثنين للمباراه ما كانت موفقه، يعني الزمالك ما كان في المستوى الفني اللي ممكن انك ترشحه انه ياخذ اللقب ويكسب الاهلي، ولا الاهلي كان في المستوى الفني اللي ممكن منه انك ترشحه انه يكسب الزمالك في النهائي. وحتى على طالما تقديري للفرق الكواليتي بين الزمالك وبين كولا، صحيح بين سيراميكا الامر مختلف، شباب بيراميدز اعلى كتير جدا ككواليتي، كان كواليتي لعيبه، لكن احسن واحد لعب في السيمي فاينل جيده، احسن حد لعب في السيمي فاينل وسيراميكا. صحيح مزبوط. على فكره ركله الجزاء لو كان تسجلت في شوط مذكور يروح للنهائي، لكن في كل حال من الاحوال بالنسبه للاهلي انا اتفق بان القرارات بالنسبه للمدرب في خياراته في اللاعبين، مروان عطيه ما كان موجود، امام عاشور على جهه الشمال، اوكي هو توفق في ان طاهر سجل هدفين، لكن تخيل الهدفين اللي سجلهم طاهر ترى على فكره من مجهود فردي، يعني الكره اللي جت بالكورنر اخطاء تمركزه، يعني اللاعب حتى الان على فكره المدرب بيدخل شوي في حيره، الولد مسجل هدفين في السيمي فاينل هل بيقعده في المباراه القادمه وبيبدا بوسام براس حربه اصلا، لكن في كل حال الاحوال انه هو لازم مش مركز لازم انه يكون في، يعني شوف ترى في اداره اللاعبين في اداره المباراه ابو نواف، المدرب احنا نتكلم الان ان المدرب حقق نتائج مع نادي الاهلي، الاهلي حقق نتائج من يوم الله، نادي كبير وبيحقق نتائج مع اي مدرب، فالمقياس مش دائما نتيجه المباراه، المقياس هو اداء الفريق الفني، يعني من هو المدرب اللي قدر يوصل مع الاهلي لافضل مستوى فني ممكن اي مشاهد ما يختلف عليه، فهذه هي القضيه اللي ممكن انك انت تحكم عليها في الانديه الكبيره، في الانديه الاقل ممكن النتيجه تكون مقياس حقيقي لاي مدرب يمسك النادي، لكن في نادي مثل الاهلي النتيجه ما تكفي، الوصول الى النهائي ما يكفي، علاوي دائما شكل الفريق علاوي معلش معلش نموذج موسيماني اللي كان نموذج موسيماني نفسه وين اليوم وين اليوم كم نادي مر عليه موسيماني على فكره الاهلي اللي كنا نتكلم كذلك عن رده الفعل بعد السوبر الافريقي، ترى واحده من الاشياء كذلك استاذ يعقوب اللي كانت فعلا مؤلمه بالنسبه للمشجع الاهلاوي هي طريقه الهزيمه في المباراه، وتكلمنا عنها في الاستديو مع كابتن احمد كابتن خالد، أن كان في حالة طرد في الزمالك، أن كان عندك تفوق عددي في المباراة وما قدر كولر يدير المباراة بطريقة ممتازة رغم التفوق العددي للأهلي في المباراة، يعني في حالة من الحالات اللي دخل منها الهدف عن طريق يحيى، أنت كنت تتكلم عن تأقلم يحيى جهة الشمال، ففي أمور بنواف على فكرة تأتي فترة أنت تقول لا الأمور بتتصلح فنياً، فنياً الأمور تراها مخيفة، فنياً لا يمكن تترك المجال للوقت أن تصلح، ممكن تتكلم على مستوى أداء فردي للاعب، لكن الشكل التنظيمي الشكل التنظيمي اذا هو في احسن حالاته في اسوء حالاته يبين من البدايه يبين من بدايه الموسم بس ممكن يتغير، لكن شوف اللي يتغير بس ممكن يتغير اللي يتغير استاذ يعقوب في وجهه نظري انا شخصيا طبعا على حسب خبراتي المستوى الفردي للاعبين يبدون بمستوى يكون متوسط مع الموسم ينتقلون الى افضل مستوياتهم، لكن عمل المدرب الفني والتنظيمي هذا يبين من البدايه، احنا شفنا امس سيراميكا في اكثر من تحول كان ربما يسجل هدف تعادل على الاهلي، فعلشان كذي انا اقول لك في عمل كبير مطلوب من كولر خلال الفترة القادمة أن يرجع للأهلي للشكل اللي كلنا نعرفه عنه.